وانت بتشوف السنان تقدر تعرف ده نقص فيتامين دي، بيبقى ايه العلامات؟ طبعا نقص الكالسيوم في السنان بتبقى ايه علامات السنه؟ بيعمل احنا صغيرين ده، دايما اقول القصه دي، واحنا صغيرين كان لما يجي في ايدينا في ضوافرنا نقط بيضه كده يقولوا لنا ده نقص كالسيوم. دي حقيقه، نفس النقط البيضه دي بتيجي في السنان على فكره، باتشز كده لونها ابيض ده بيبقى نقص كالسيوم، نقص املاح. لطاشه ملهاش لون واحد. غير كده لو الموضوع يبقى شديد قوي، في نقص شديد في الاملاح، نلاقي السنان المينا اللي هي الطبقه الخارجيه اللي المفروض اصلب طبقه على سنها، دي اللي بتقاوم التسوس وكل البكتيريا والانفكشنز والحاجات دي، لقيها بقت هشه جدا عامله زي التباشير، لكنها ممكن لو عملناها بايدينا كده بتتقشر، المينا نفسها بتتقشر. ده دليل ان السنان ما فيهاش اصلا اي املاح تماما، املاح اللي هي موجوده في اللي هي الكالسيوم بقى والفيتامين دي والفلورايد وما شابه، نقصها الشديد يؤدي الى تاكل في المينا. فبالتالي للاسف الحل في الحالات دي ان واحد عنده 20 سنه ولا حاجه عنده اكل في المينا واسنانه عماله تسوس، بنضطر نعمل له كراونز. في الاخر بنعمل له طربوش على السنه عشان نعرف نكفر السنه دي، فنعرف نحافظ عليها، فيعرف يعيش، يعرف ياكل. طب انت كدكتور يا دكتور، لما بتيجي تلاقي حد عنده مشكله في سنانه، هل ممكن تلجا ان قبل ما تعمل له كراون او طربوش او كده، انك تدي له مثلا، توجهه مثلا دكتوره مها لتغذيه معينه لعل وحسى ممكن يشيل المشكله ولا دي؟ يعني ملحوقه ولا لا؟ مش لازم الاطفال في الاسنان ما بقتش ملحوقه، يعني في الكبر ما ينفعش، يعني وانس اثناء تكوين السنه، وانس اتلطت السنه ما ينفعش ان انا اكلها ولا اظبط بعد التبديل، يعني السن اللي بعد ده علماني يقول لك الفلورايد اللي هو اهم ماده، طبعا اهم ملح بيقوي السنان، بيروح للسنان بطريقتين، الطريقه اللي هو السيستميك اللي هو عن طريق الدم، اللي هو طفل صغير فبيشرب لبن كتير وبيشرب حاجات فيها فلورايد كتير، فالكالسيوم بيمشي في الدوره الدمويه يدخل على الفك اثناء تكوين السنه، فالسنه تاخد الاملاح. في طريقه ثانيه ان انا اغسل سناني بمعجون فيه فلورايد، ولكن دي طب طريقه والميه اللي بنشربها يا دكتور يقال ان هي ما فيهاش مش افكتيف، يعني خلاص معجون الفلورايد. السنان اللي بالفلورايد اي لا جلد. يعني 10 5% و 95% الاكل والشرب اللي بيشربه الطفل. طب والميه 95%. لو احنا ما بناخدش ده من طريق اللبن، يعني طريق الميه المفروض يكون فيها فلورايد؟ ده في اوروبا عشان عندهم نسبه الميه الفلورايد فيها مش مظبوط قوي، بقوا الطلبه في المدارس بيعملوا كل يوم ليه كوبايه ميه قبل اليوم ما يبدا لازم يشربها اماونت معينه، إيه عارفين انه هتدي الجسم الفلورايد المعين بنسبة معينة فتخلي سنانه مظبوطة.